السلام عليكم. أصدر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية قرارا بإعفاء سامي الجابر من رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال وتعيينه مستشارا لرئيس الهيئة ومسؤولا عن ملف العلاقات الدولية، كما أصدر قرارا يقضي بتكليف الأمير محمد بن فيصل بن سعود برئاسة نادي الهلال لمدة عام. نتحول إلى الهاتف حيث يلتحق بنا رئيس الهلال الجديد القديم العائد إلى عرينه وهو واحد من الرؤساء الذهبيين في تاريخ الهلال محمد بن فيصل بن سعود رئيس نادي الهلال. سمو الأمير مساء الخير، أهلا بك معنا. نقدر نقول مبروك للهلاليين والله يعينك. مساء الخير أخوي بتال. طبعا أشكرك في أول شيء، طبعا أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على دعمهم اللامحدود للرياضة، وهذه ما هي غريبة، وإن شاء الله أنه جميع الرياضيين يكونون إن شاء الله عند حسن ظنهم بإذن الله إن شاء الله. وأشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته، وهذا تكليف أنا أتشرف فيه خدمة المملكة العربية السعودية عن طريق نادي الهلال. نعم. هذا أي تكليف يجي ما فيها أي تردد، وأشكر أخي سامي الجابر اللي أيضا كلف وجاء وقدم وجهز فريق إن شاء الله ينافس على البطولات، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق في تكليفه القادم إن شاء الله. إن شاء الله. سمو الأمير، كيف شجت القصة؟ يعني مفاجأة ولا كان في ترتيب مسبق؟ والله القصة أنه أكيد كلفت من المسؤولين بالرياضة، وأنا دائما تحت الأمر في أي شيء الوطني والرياضة اللي أنا يعني يمكن ملم فيها ومحبها، ونادي الهلال اللي أنا دائما أتشرف في خدمته. نعم، يعني بس هي اليوم ما كان في ترتيب، يعني قبل يومين ثلاثة أخذوا رأيك ولا تم التكليف اليوم؟ عرفت اليوم والله. هذا موضوع خليه، لأنه في الأشياء الثانية هي الأهم. طيب. القادم هو اللي أهم. طيب. يا أمير، يعني معروف أنك أنت عايش برا السعودية لك فترة طويلة، تعمل في السفارة السعودية في أمريكا، وقضيت وقت كبير خارج البلاد، يعني من سنوات وأنت هناك. هل يعني أنت متابع للشأن الرياضي، متابع للهلال من يوم خرجت منه في منتصف 2005 أظن؟ ولي سنتين الحين أحضر ماجستير إدارة رياضية. بالتوفيق إن شاء الله نخلص قريب بإذن الله. طيب. الله. متابع من الهلال وللشأن الرياضي ولا ما تتابع؟ أكيد يعني ما في مباراة ما تفوتنا، يعني الهلال والكرة السعودية يعني هي ممتعة. إيه. ومتابعتها سواء الهلال والأندية الأخرى يعني. طيب. ما انقطعنا أبدا يعني 10 سنين هذه كلها متابعها. طيب الآن فيه يعني أمير جو جديد في الرياضة السعودية. جو مؤسساتي، يعني جو خلينا نقول لك مختلف تماما، ما يعني ما ابغى اصف باي وصف، ولكنه جو يعني فيه الكثير من السمات المختلفه عن العهود السابقه للكره السعوديه. قادر انك تتعايش مع الجو الجديد؟ انا ابغى يعني في نقطه مهمه. تفضل. الجو الجديد لازم الناس كلها تتعايش معه. اي كوره والرياضه حماس. أي. ما صار فيه إثارة ولا فيه حماس، أنا وش اللي خليني أروح الملعب؟ أي. لازم الناس يصير عندها ثقافة الإثارة وثقافة الحماس، وإني أروح أعازر فريقي سواء بطل أو غير بطل. أي. أتحدى أنا وأصدقائي برا ونروح الملعب، يصير وقت يكون فيه الحماس، وهذا اللي لازم يكون فيه يعني. أي. أنا جدا سعيد في التغييرات، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ونقدر نواكب. بما أنك تحدثت عن الإثارة الإعلامية، متابع للجو الإعلامي اللي قاعد يصير، الإثارة الإعلامية طبعا أنا معك في الإثارة الموضوعية، أن يكون فيه إثارة موضوعية، الإثارة اللي مش موضوعية هي دائما تكون مضرة يعني على مستوى الإعلام، لكن متابع أنت هذه المحاكات اللي قاعدة تصير بين رؤساء الأندية الفترة الأخيرة بين رئيس الهلال مثلا ورئيس النصر؟ والله انا رئيس النصر يعني امير ترى ما صرنا نسمعك في البدايه، ليت تعيد الكلام. اقول رئيس النصر اوجه له تحيه. نعم. وابغى اقول له يعني انا تابعته يعني مؤخرا موضوع الروج
اقول له ان شاء الله انا قريب جاي وارجع كذا 14 سنه وشوف تاريخ الدوري لاعبين 8 مباريات ما ادري والله ظاهر اني فايز 7 عادلين واحده وان شاء الله بوريه موضوع الروج بنشوف كيف الروج حيكون ممتع للباقيين ان شاء الله حنشوف حنوريه ان شاء الله كيف طريقته وكذا وكيف نحطه وكل شيء كيف تحطونه بعدين حتى نقدر نلبس في الملعب يعني كيف تحطون ايش كيف تحطون الروج ولا ايش كيف يعني تحطون الروج هذا حنوريه ايش تورونه يعني فهمنا يا امير ما نفهم فهمنا وش وش هو نوريه في الملعب كيف نحط الروج حنجيبه زي كذا وحنوريه في الملعب يمكن بالخمسه يمكن ما تعرف عاد اي يمكن نكون في خمسه طرق يعني انت عارف احنا دائما في الملعب الحين صرنا بالخمسات اي نعطي اي المهم الله يعينه بس الله يعينه طيب وبعدين انا عندي له تحدي لانه بعد هو ما شاء الله الان في ليبل وكذا وانا ان شاء الله اتحداه في مزاين ان شاء الله باذن الله شاري لك ذود اجل يمين احنا كلنا راعين ليبل وراعين كوره شاري لك ذود ولا ذود الوالد عندي ذود وان شاء الله نشتري طيب بننتظر جت تنافسات بينك وبين خليه تحدينا انا وياه في الكوره وتحدينا في ليبل طيب مين خالف بيصير عندكم تحدي زين في ليبل وفي الكوره ما لا ان شاء الله الرياضيين يصيرون بعد يحبون ليبل لان شفت انا ليبل طالعه كثير الفتره هذه لا ليبل يعني هي موروث شعبي كل انا كل حضر لها من فتره بعد لا موروث شعبي كل اهل البلاد يعني اللي واحدة من الرياضات التراثية الجميلة اللي أحيت في الفترة الأخيرة بأكثر مهرجان مهرجان الملك عبد العزيز ومهرجان سمو ولي العهد الآن المستمر في الطائف في الكثير من النشاطات والفعاليات وأنا شاركك حب الإبل و- 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 ومتابعتها طبعا الإبل ما في شك أمير بعيدا عن الإبل وعن الروج الهلال الحالي انا جاي عشان ابغى اوريه موضوع الروج لا اقول طيب حكينا في موضوع بعيد انا الحين اقول عن الابل وعن الروج اللي ما في اي رابط بينهم طبعا انت ما لهم دخل اي انت متابع الهلال الحالي وفي تغيرات تحس ان الفريق الحالي بحاجه لشيء ولا الفريق جاهز لا شوف مهما كان الفريق جاهز احنا ننظر للافضل اي وباذن الله القادم افضل وان شاء الله جمهور الهلال إن شاء الله بنوعدهم بلاعب شتوية يقعدون يحكون عنه إن شاء الله السنين وسنين زين إن شاء الله يحط أربع حبات روج في مرماهم طيب أمير إدارتك متى بتعلنها كل الأمور إن شاء الله بتعلن إن شاء الله في القريب بإذن الله مجلس الإدارة يعني اليوم بديت اتصالاتك في الناس اللي بيشتغلون معك في تكوين مجلس الإدارة ولا لسه بدري القرار صار له ساعتين فقط ما في شيء بدري طالما في تكليف لازم العمل من وقت التكليف جميل أقدر أسمع منك أمير أقدر أسمع منك أمير تعليق موجودين لإسعاد جمهورنا أي إحنا موجودين لإسعاد جمهورنا ونوعدهم بإذن الله بطولة آسيا اللي حققناها بعد يعني في نقطة بعد مهمة يعني الناس يتغنون يقولون إن العالمية صعبة قوية المشكلة ما جابوا بطولة آسيا أيه. ما جابوا بطولة آسيا نقدر نتكلم فيها أيه. احنا الحمد لله كنا أبطال آسيا الجمهور الهلال نقول له احنا كنا أبطال آسيا وحنظل دائما كبار في آسيا وإن شاء الله قريبا حنرجع لوضعنا الطبيعي في آسيا جميل يا مير انت جاي معك فواتير كثيرة تبغى ترد على كل صريحة اللي لها سنين والله ليش لا أنا قاعد 10 سنين أشوف التصاريح والحين جاء الوقت طيب ممتاز نبي نتابع معك إن شاء الله في الأيام الجاية سعيد بعودتك للوسط الرياضي ومن الناس اللي الجميلين جدا الأمير محمد بن فيصل بن سعود أتمنى لك التوفيق والهلال عاش معك مرحلة ممتازة جدا مليئة بالبطولات ومليئة بالعروض الممتازة أتمنى تتكرر إن شاء الله أتمنى أيضا يتكرر حضورك الإعلامي لأنه في الفترة الماضية ربما كان من المآخذ على إدارة الهلال أنهم يمتنعون عن الحضور الإعلامي حتى الحضور الإيجابي
ان شاء الله ان شاء الله احنا جايين زي ما يقولون نشعللها كلها ان شاء الله اثاره ومنافسه، واهم شيء ان الجمهور الرياضي بشكل عام يحضر ويآجر ويستمتع. هذه كلها في النهايه رياضه، وفي النهايه كلها خدمه البلد، وفي النهايه حيكون فيها صالح بقوه المباريات وقوه المشاركات. عظيم، شكرا جزيلا الامير محمد بن فيصل بن سعود بن محمد رئيس نادي الهلال السابق والذي عاد الليله ايضا رئيسا للنادي العاصمي الكبير. شكرا سمو الامير.